السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في المجال اتفضل. تعرف في المجال بس كنت عايز من حضرتك نصيحة، بس اسألك في حاجة بجيب نصيحة معلش. الله المستعان اتفضل. لو واحد مثلا دايما او بيهم على معصية مثلا، ها؟ واحد يهم على معصية بس على معصية يعني. ايوه. وكل يعني نفس الحديث عن التوبة، يتوب بطريقة جميلة جدا وكل حاجة، ويرجع تاني بعد التوبة دي يجدد المعصية بتاعته ويرجع تاني يتوب. فنصائح حضرتك ايه مثلا لتجديد التوبة او ان هو يثبت على التوبة؟ اولا يسأل الله الثبات وان يعصمه. ايوه. فان الذي يصرف السوء هو الله. الذي يصرف السوء هو الله. وفي الآية الكريمة: ولا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أولا سؤال الله، ثانيا البعد عن موطن المعصية. البعد عن موطن المعصية. ثالثا لا ييأس من رحمة الله، مهما صدر منه لا ييأس. الله يبارك فيكم. السلام عليكم.